مفاجآت جديدة في قضية غسل الأموال المشاهير بتطرح سؤال: انتهت القضية؟ ومعركة جديدة بين قصر باكنغهام وهاري وميغان، والقصف متبادل. وصحيح كورونا حابسنا ومو عارفين نسافر، لكن اطمنوا، في ناس بتبني فندق في الفضاء. أهلا بكم. قبل 8 شهور فجرت النيابة العامة الكويتية مفاجأة وقتها كانت من العيار الثقيل، وأعلنت عن تورط عدد من مشاهير السوشيال ميديا في الكويت في غسل مئات الملايين من الدولارات وتضخم الأرصدة. دائرة الشبهات تضمنت أيضا شركات تجميل وعطور بارزة من بينها بوتيكات. وبالمناسبة النيابة في وقتها وبناء على تحقيقاتها قررت تمنع المتهمين من السفر وتحجز على أموالهم وعقاراتهم واليخوت اللي بيمتلكوها كمان. كمان النيابة سبق وأعلنت عن إخلاء سبيل المشاهير المتورطين في القضية بكفالة مالية، وطلع بعضهم عبر حساباته الخاصة وتطرق للموضوع بشكل مباشر وغير مباشر. طيب، جديد القضية اليوم وبعد 8 أشهر من التجميد إنها في طريقها للحفظ، وهذا الأمر وفقا لصحيفة القبس الكويتية، وإنه خلال أيام من المقرر أنه يصدر قرار لرفع التجميد عن حسابات المشاهير. طبعا للتوضيح، للآن لم يعلن القرار رسميا، لكن مثل ما شفتوا نقلته صحيفة القبس اللي على فكرة كمان من 10 أيام ذكرت أنه غالبية المشاهير استطاعوا تبرير مدخولاتهم بفواتير رسمية أصلية ومؤرخة. ولفتت في خبرها أنه بناء على هذا الأمر فالقضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة وليست جريمة. على العموم، من جهة ثانية النيابة الكويتية أرسلت هذا التعميم لدى كافة البنوك المحلية، وفي بتقرر حفظ على التحفظ على أموال وحسابات شركة بوتيكات، وهو الأمر اللي بيعطيها حرية استخدام أموالها عند البنوك والتصرف بإدخالها وإخراج الأموال من حساباتها. والجدير ذكره في موضوع بوتيكات تحديدا انه في يوليو انتقلت النيابة العامة الى مقر الشركة وحصرت الممتلكات وحجزت عليها لتصدر الشركة من بعدها بيان تشدد فيه على التزامها بالمعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر. طبعا قضية المشاهير من بدايتها عاملة جدل وتطوراتها محل اهتمام الرأي العام، فما كان غريب انه المتهمين بها والمتابعين لها يتساءلوا: هل انتهت هذه القضية؟ وهل هي هذه المحطة الأخيرة بعد الشوط الكبير اللي قطعته التحقيقات والتحريات اللي قامت بها وزارة التجارة وإدارة الخبراء وجهاز أمن الدولة في الكويت؟ على العموم، للإجابة على هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت المحامي حسين العصفور. أهلا فيك معنا أستاذ حسين. هل نقدر نقول إنه هذه القضية اللي تابعناها على مدى الأشهر الماضية خلاص انتهت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أمسي عليك وأمسي على المشاهدين اختصارا، و طبعا ما نقدر نقول احنا ان القضية الان انتهت طول ما لا يوجد هناك قرار نهائي من النيابة العامة بالتصرف في هذه الشكاوي المقدمة من وحدة التحريات المالية. فالان هناك بعض القرارات التي صدرت من معالي المستشار النائب العام وهي تخص بوتيكات. الجدير بالذكر مثل ما ذكرنا سابقا في لديك اختصارة في البرنامج وذكرناها مرارا وتكرارا، أن لغاية الآن النيابة العامة هي خصم شريف وتقوم في التحقيق والبحث في الأوراق ومحص الأوراق وحسابات المشكوك في حقهم وغيرها من الأوراق لتكون أمام الجميع يعني الأدلة واضحة لهم، ولا يكون أي أحد أو أي شخص آخر مع شخص آخر أن هناك أدلة عليه والشخص الآخر غير أدلة عليه، فهي جعلت المسطرة واحدة أمام الجميع. طيب،
ولكن يعني اصلا من قبل استدعاء هؤلاء المشاهير كان في تحقيقات قيل انه وقتها استمرت لفتره طويله للتحقق من الاتهامات عشان لما توجه لهؤلاء المشاهير. فهل نقدر نقول انه كل التحقيقات اللي سبقت التحقيق معاهم قدروا هم يثبتوا عكسها في التحقيق معاهم؟ أولا نعم، هناك تحقيقات ماراثونية حدثت وتحقيقات بالنيابة العامة أخذت ساعات طويلة. بالأكيد أن المشكوك بحقهم قاموا بتبرير هذه المبالغ والمعاملات والأموال التي دخلت في حساباتهم وأملاكهم اللي يملكونها من خلال التحقيق والإجابة على أسئلة وكيل النائب العام في كل قضية على حدة. فلذلك قامت النيابة العامة باستخراج كشوف في ممتلكات المشاهير وغيرها من مركبات مثل ما ذكرتي ومنازل ويخوت وغيرها من من الأملاك. ففي أشخاص برروا أملاكهم بوجود تعاملات وعقود ونقود دخلت في حساباتهم مشروعة، وفي أشخاص يعني ممكن أنهم لا يملكون أي دليل أن هذا المبلغ الذي دخل في حسابه من إعلان أو دعاية. أيوة. لأنه لم يتوقع أن يكون في يوم من الأيام في هذا المكان. نعم، صحيفة القبس بتقول أنه تحديدا في ثلاثة يمكن يصير عليهم جدل أكبر ويتم تحويلهم، صحيح؟ ما في شيء صحيح لغاية الآن. أنا ذكرت مسبقاً. طيب. النيابة العامة الآن تفحص جميع الورق، لكن هناك أشخاص يعني من المصادر والمعلومات أنهم لم يقوموا بتبرير التحويلات الخارجية التي أتت لهم، وفي أشخاص أيضا هناك عملوا دعايات كثيرة على حد قولهم ولم يثبتوا أن هذه مصادر الأموال التي دخلت في حساباتهم من هذه الدعايات والإعلانات التي قاموا بإعلانها. طيب. يعني إذن احنا الأمر الآن الجدير بالذكر أن تفضل أن الأمر الجدير بالذكر اختصارا اللي بنذكره أن هما أمام النيابة العامة وقاموا بتقديم كشوف حسابهم وقاموا بتقديم تقرير المدقق الحسابي الخاص فيهم لحصر هذه الأموال اللي دخلت في حسابهم وتقديمها للنيابة العامة. الآن يعني نحن هذه القضية يعني كانت قضية رأي عام بشكل كبير، وعدد التغريدات عليها على مواقع التواصل تويتر تحديدا كانت مهولة. الآن هؤلاء إذا طلع في منهم جزء كبير براءة، هل من حقهم رفع قضايا على الضرر اللي حدث لهم والتشهير؟ نعم بالأكيد. إحنا ما نوصل لأن يخرجون هم براء اختصارة، وهم الآن أمام النيابة العامة. يا إما القضايا الموجودة أمام النيابة أن تذهب إلى الحفظ أو أن يتم إحالتها إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات. اليوم الموضوع يعني أصبح أكثر وضوحاً، نكون صرحاء. يعني اليوم عندما تشاهدين تقرير إدارة الخبراء الذي برأ ساحة شركة بوتيكات بأنها لا يوجد هناك تعاملات مشبوهة وأن جميع الأنشطة اللي كانت تمارسها بوتيكات صحيحة وأن الأموال اللي دخلت صحيحة وأن الاشتراطات التي كانت موجودة صحيحة، ممكن أن هناك تكون فانتفت تهمة غسل الأموال بالنسبة لهم ويتجهون إلى هناك إذا كانت هناك مخالفات تجارية أو مخالفات عادية لا ترتقي لأن تكون هي جناية أو تهمة غسل أموال مثل ما ذكر في السابق الكثير من الناس. طيب، يعني إذن نحن في انتظار التصريحات الرسمية من النيابة بخصوص المشاهير. نعم، إحنا راح ننتظر قرار النيابة العامة. بخصوص المشاهير. النيابة العامة ستقرر إذا سيتم إحالة المشاهير إلى المحاكمة أو سيتم حفظ البلاغات. نعم، طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة والتوضيحات. كان معنا من الكويت المحامي حسين العصفور، شكرا لك.
في لبنان كورونا عامل أزمة، سواء موضوع اللقاح وتوزيعه أو تفشي الفيروس نفسه ووضع المستشفيات في البلد، لكن اليوم في أزمة جديدة ومختلفة وبرضو لها علاقة بكورونا. فاللي صار أنه الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، وهي الوكالة الرسمية للأنباء، نشرت خبر بيقول أنه في محكمة لبنانية أصدرت قرار قضائي بيلزم وزارة الصحة أنها تعطي مسن لقاح كورونا خلال 48 ساعة من إعلان الحكم، وإلا ستتعرض لغرامة. فهناك شخص عمره 80 سنة تقدم بشكوى وقال أنه بيعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى، وعليه الخضوع للعلاج الطبي طوال حياته، وأنه بالتالي هو من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بكورونا، فبالتالي بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية اللي أطلقتها وزارة الصحة. لكنه تفاجأ مثل غيره من المواطنين بتصريح وزير الصحة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارة إلى المجلس النيابي قامت بتطعيم عدد من النواب والمدراء العامين، وتحدثنا نحن عن هذا الموضوع في تفاعلكم أيضا، وأنه هذا الشيء تجاوز دور المستحقين للقاح بحسب المعايير. وبناء على هذه الشكوى أصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب كارلا شواح قرارها المستعجل، اللي قال أنه قرار من وزير وزارة الصحة غير مبرر وحطت لها، أو أنه قالت أنه قرار وزارة الصحة غير مبرر وحطت لها غرامة مع 10 ملايين ليرة عن كل يوم تأخير في التنفيذ. لهنا القصة أوكي، وبالعكس يعني الواحد بيعتقد أنه حيحسب للقضاء وقوفه لجانب المواطن، لكن المفاجأة كانت لما وزارة الصحة ثارت واحتجت وطلعت بيان طويل عريض قالت فيه أنها لم تتبلغ وفق الأصول بالقرار اللي منتشر أخباره على منصات التواصل، وقالت أنه بناء عليه عندها مجموعة ملاحظات، أولها أنه القرار لم يستطلع رأي الوزارة أو موقفها، فبالتالي هو مخالف لأبسط قواعد التقاضي فيما يتعلق بالدولة وإداراتها، ويمكن اعتباره غير قانوني لأنه حسب الوزارة لا يمكن فرض غرامة على الدولة أو مؤسساتها. وقالت أنه القرار تعدي صارخ على مبدأ الفصل بين السلطات، وردا على الموضوع المهم اللي هو حق الرجال باللقاح، قالت الوزارة أنه وفق الخطة الوطنية المستدعي أمامه وقت محدود قبل تحديد موعد تطعيمه. فاصل ونعود. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. أهلا من جديد. كل ما بيقرب موعد المقابلة المنتظرة لهاري وميغان مع أوبرا جالسة بتزيد الدراما أكثر وأكثر. فبعد الإعلان عن المقابلة وكم إعلان ترويجي كده كانوا ناريين، هاري وميغان راجعين للعناوين بقوة. الجديد اللي صار أنه صحيفة The Times البريطانية نشرت تقرير قالت فيه أنه في شكاوى عن مضايقات وتنمر قدمها مساعدين لميغان ضدها في أكتوبر 2018. هذا التقرير بنقدر نقول أنه شعلة للدنيا. فقصر باكنغهام بنفسه علق على الموضوع ونشر بيان هو نقدر نقول أنه الأول من نوعه، أعلن فيه عن قلق من الاتهامات اللي وردت في التايمز، وأنه ستولى فريق من الموارد البشرية في القصر النظر في ما احتواه هذا التقرير. مو بس كده، في القصر قال كمان أنه كل الموظفين المعنيين بالتقرير حيتم استدعائهم وسماعهم حتى لو كانوا تركوا العمل، وشدد القصر أنه لا ولن يتسامح مع مضايقات في مكان العمل. هاري وميغان واضح كده ومن معرفتنا ومتابعتنا لهم ما حيسكتوا، وهذا فعلا اللي صار. ففعلا طلعوا بيان ردوا فيه على لسان متحدث باسمهم. البيان وصف التقرير بحملة تشويه متعمدة ومحسوبة تستند لمعلومات مضللة، وقال انه نشر التقرير في هذا التوقيت قبل المقابلة مع أوبرا ما هو صدفة. المتحدث باسمهم قال كمان إنه ميغان حزينة من هذه الاتهامات والهجوم على شخصها، وخصوصا إنها هي نفسها ضحية للمضايقات والتنمر، وإنها منخرطة بعمق في دعم أولئك الذين عانوا وتعرضوا لصدمات وتنمر. أما محامو الزوجين فاعتبروا إنه قصر باكنغهام بيستخدم الصحيفة لنشر قصة كاذبة تماما قبل المقابلة اللي متوقع إنه مضمونها ما هيعجب
القصر أبدا، خصوصا وأن الثنائي حيتكلموا فيها عن تركهم لمهامهم في العائلة المالكة وانتقالهم لأمريكا. كل هذه الدراما في كوم واللي جاي كوم ثاني كمان، فتزامن مع اللي بيصير هذا شبكة سي بي اس نزلت إعلان ترويجي جديد للمقابلة المنتظرة في دحين أوائل خلينا نقول 7 مارس. وفي المقابلة وللمرة الأولى ميغان بتتهم العائلة المالكة رسمي وعيني عينك. How do you feel about the palace hearing you speak your truth today? I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. على فكرة يوم 8 مو 7. 7 بتوقيتهم العرض، بس يوم 8 مارس. طيب على العموم كل هذه الدراما جالسة بتصير بوقت الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث في المستشفى بيعاني أزمة صحية خطيرة، وأجرى أيضا عملية جراحية في القلب. قالوا اليوم القصر أنها تكللت بالنجاح، وفي مخاوف حقيقية على حياته، وتقارير إعلامية حتى بتتحدث أنه القصر في حالة تأهب لأي طارئ. ووفق مصادر قريبة من القصر فهناك نصائح وجهت للأمير هاري بالعودة لبريطانيا ليودع جده، وأنه حتى مسؤولين القصر بيفكروا إذا رجعوا هاري وميغان فين حيجلسوا، كيف حيحموهم من الجمهور البريطاني الغاضب. لكن رغم هذا الشيء ما في أي أخبار للآن عن نية هاري وميغان للرجوع، والأزود من كده كمان أنه مصادر مقربة منهم أكدت كمان أنه ما عندهم أي نية حتى يأجلوا عرض هذه المقابلة المنتظرة. التطورات مستمرة ومتسارعة كمان في الأزمة اللي بيعيشها حاكم نيويورك أندرو كومو بعد سلسلة الاتهامات اللي بيواجهها بالتحرش الجنسي. فاللي صاير أنه في 3 سيدات تقدموا هذه الأيام الماضية باتهامات تحرش جنسي ضده، وهذا الشيء فتح أبواب من الهجوم عليه ومطالبات له بالاستقالة، وحتى هذه المطالب جاء بعضها من داخل الحزب اللي بينتمي له، يعني الحزب الديمقراطي. والسلطات الأمريكية كانت أعلنت أنها فتحت تحقيق في الموضوع. كومو كان بداية رد في بيان نفى في التحرش أو الاعتداء بأي سيدة، لكن قال كمان أنه يمكن يكون أزعج بعض السيدات واعتذر عن هذا الشيء. لكنه اليوم ومع تزايد الضغوطات يبدو أنه قرر يطلع بالصوت وبالصورة. I fully support a woman's right to come forward. And I think it should be encouraged in every way. I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. I feel awful about it, and frankly, I am embarrassed by it. And that's not easy to say, but that's the truth. But this is what I want you to know, and I want you to know this from me directly. I never touched anyone inappropriately. I never touched anyone inappropriately. I ask the people of this state to wait for the facts from the Attorney General's report before forming an opinion. I apologized several days ago. I apologize today. I will apologize tomorrow. I will apologize the day after. صحيح كوم اعتذر بالفيديو لكنه رد كمان على مطالبات الاستقالة، وفي هذه الجزئية تحديدا كشف انه ما حيرضخ لهذه المطالب ابدا. I wasn't elected by politicians. I was elected by the people of the state of New York. I'm not going to resign. I work for the people of the state of New York. They elected me and I'm going to serve the people of the state of New York. And by the way, we have a full plate. We have COVID, we have recovery, we have rebuilding, we have a teetering New York City.
We have a terrible financial picture. We have to do vaccines. I'm going to do the job the people of the state elected me to do. طيب ننتقل لموضوع آخر. فمن سنة وفكرة إنشاء أول فندق فضائي موجودة بالفعل وتم الإعلان عنها، بس لسبب ما يعني اختفت تطورت هذه القصة. شغلنا في كورونا، قال لي سبب ما شغلنا بكورونا نقولها. طيب ما حد عارف عاد عرف عنه شيء هذا الفندق، ولا كم تكلفته، ولا متى حيجهز. كنا جالسين بنشوف إذا كلنا حننتهي أو لا. طيب اليوم عاد الحديث عنه مجددا، واتضح أنه شركة أوربيتال أسامبلي كوربوريشن، وهي أول شركة إنشاءات فضائية في العالم، اتضح أنها هي اللي رح تستلم تطوير الفندق، بحيث يكون موجود جوا محطة مخصصة اسمها فوياجر ستيشن. الفندق من المقرر أنه بناؤه ما يأخذ زمن طويل، يعني مفترض يبدأ في 2025 ويفتتح والله بشكل رسمي في 27. طيب للي بس يعني الموضوع مو واضح عندهم، خلوني أشرح لكم بشوي التفاصيل. فكرة محطة الفضاء أصلاً إنها بناء مخصص بيدور في المدار المنخفض حول الأرض، وهذا البناء مصمم من الداخل بشكل إنه يساعد الإنسان يقضي وقت أطول في الفضاء. لذلك فكرة الفندق باختصار إنها محطة فضاء، بس بدل ما تكون عادية لا، هي فيها كده لكجري أكثر، يعني فيها دلع أكثر، فخامة أكثر، بحيث تكون مجهزة بمطاعم وملاعب سينما، ملاعب وسينما وغرف بتتسع لي 400 شخص. وعلى فكرة هذول الأشخاص مو شرط أنهم يكونوا رواد فضاء، بس لا لا لا، هم سياح رح يجوا من الأرض عبر مكوك فضائي ويعني ويروحوا يعني. وبالمناسبة الشركة، أنا الخبر هذا مرة بيضحكني ترى، لأنه بتخيل المشهد. وبالمناسبة الشركة المصممة تتوقع أنه يزور الفندق 100 سايح كل أسبوع. ثاني شيء مميز المح في المحطة هذه كلها شكلها، فهو مو الشكل العادي اللي تعودنا عليه، بس حتكون عبارة عن دائرة كبيرة بتدور علشان تولد جاذبية اصطناعية. كمان المحطة حيكون فيها سلسلة من الكبسولات متصلة بالجزء الخارجي من الحلقة الدوارة، والفكرة الموجودة حاليا هو أنه راح تباع هذه الكبسولات لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية علشان يسووا فيها أبحاثهم الفضائية. أيضا هذه الوحدات راح تتخصص لأشياء ثانية، مثلا أماكن الطاقم والهواء والماء والطاقة وهذه الأمور. طيب أخيرا خلونا نجي لأهم نقطة، وكم يكلف هذا الموضوع. تكلفة بناء الفندق مو معروفة، لكن في تخمينات بتقول إنه تكلفة إقامة 3 أيام ونص بتبلغ 5 مليون دولار تقريبا. شوفوا الفيديو، يمكن عندكم 5 دولار 5 ملايين تحبوا تصرفوها. لله